اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده البتنجان اللطيف الجميل ابو قلب ابيض، يعني هو قيمته الغذائيه عاليه جدا وما نستغناش عنه. بنعمله مسقعه، بنعمله مقلي، بيكون فواتح شهيه، بنعمله مقبلات. النهارده هنعمله بوفتيك مع لحمه، هندلعه النهارده ونبدا ان احنا نطوره ونحط معاه لحمه مفرومه ونعمله مع بقسماط وبيض، حاجه لطيفه وجميله ويبقى لطيف وكريسبي كده. هنشوف نعمله ازاي والفكره دي جايه منين. جايه من ان احنا بنجدد من المطبخ بتاعنا وبنطور منه وبنقدمه بافكار جديده. معانا طبق مكرونه النهارده بالبيستو صوص. البيستو صوص ده مصطلح او ده نوع من انواع الصوصات من المطبخ الطلياني، بيتعمل مع الريحان، مع اللوز او عين الجمل، النوع المكسرات اللي انت حباها. ممكن تعمليه بفول سوداني، ولكن الاساسي فيه ريحان اخضر، ده لازم يكون موجود معاه مع زيت زيتون والثوم اختياري. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والمكرونه دي انا بعشقها، وخاصه لو قدمنا معاه شويه جبنه بارميجان او جبنه موزاريلا حسب الرغبه. اما النهارده معانا الكب كيك بافكار بسيطه وسهله، وازاي ننمي اطفالنا ونجدد الذاكره عندهم ونقويها، ان احنا نضيف بعض انواع المكسرات في الكب كيك اللي هم بيحبوه، سواء بالشوكولاته سواء بالفانيليا. فهنعمله باللوز النهارده المطحون الناعم، ونشوف نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، لان احنا اولادنا واطفالنا لازم نهتم بيهم لان مستقبلنا فيهم. فلازم ان احنا طبعا نهتم بالمأكولات بتاعتهم وبتغذيتهم، ودي حاجة مهمة جدا. عايزين نعمل النهاردة نوع من انواع الحلويات، ممكن لو رحت عند اي حلواني محل حلويات بالتأكيد مش هتلاقيها، لان كده التأليفة بتاعت الحلو حسب متطلبات اسرة الاسرة والاطفال وولادك. هنعمل النهاردة الكب كيك باللوز. اللوز ده قيمة غذائية عالية جدا، بيتميز بأوميجا 3، قيمته الغذائية ما نستغناش عنها. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي مع الكب كيك. ده اللوز مطحون اهو زي الفل، في منه سليم معانا بيتباع قشور منه بالشكل ده كده، هنعمله مع البيستو صوص. فموجود في السوبر ماركت اللوز اللي هو بتبقى حبته بني، بتقشريه او بتجيبيه مطحون او بتجيبيه شرايح، موجود بكل الاشكال. معانا لوز نص كوب تقريبا او كوب الا ربع، مفيش مشكله، واحد كوب الا ربع من السكر، معانا فانيليا معلاه، معانا بيكنج باودر معلاه، اربع بيضات حلوين، معانا كوبين من الدقيق، دول اكتر هناخد منهم اللي احنا عايزينه، ومعانا ربع كوب من الزيت. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي الكب كيك للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام ماميته وبياكلوا، فلازم نغذيهم. ممكن ده يتعمل في اللانش بوكس بتاع الاطفال وتبقى حاجة بسيطة وسهلة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. بنجيب بولة كده وحاجة حلوة، يعني الصبح ممكن تعملي لأولادك، هو نفس مقادير البان كيك، يعني نفس المقادير بتاعة البان كيك. أول حاجة هنخفق البيض مع السكر، مدرسة خفق البيض مع السكر بيساعد على خفقانه سريعا ويدينا القوام بتاعه بالشكل ده كده. نكسر بيضة 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 تلو الأخرى، وإحنا داخلين على الشتاء البيض يعني بيبقى إيه ملطيف، يعني ما بيبقاش بالزي أيام الحر. أيام الحر بتبقى البيضة طبعا مش لطيفة ولازم نحفظها في التلاجة حبيب هارتي، وده مهم جدا. ولكن البيض في الصيف بيتشال في التلاجة، أما في الشتاء مش لازم التلاجة. هناخد نحط السكر على البيض ده كده أهو، والفانيليا، ونخفي الثلاثي الحلو ده مع بعض. الثلاثي ده ما نستغناش عنه في حالة عمل أي كيكة أهو. بيض فانيليا سكر، قولي ورايا يلا كده، بيض فانيليا سكر، يلا بيض فانيليا سكر، الخفق جيدا أهو، بيض فانيليا سكر لغاية لما اديني قوام لزج أهو. الفانيليا بتساعد على التخلص من زفارة البيض، زائد ان هي بتدينا فليفر طعم الفانيليا. السكر بيساعد على سرعة خفقان البيض زائد الحلاوة. نشوف القوام ده كده اهو، هو ده معناته ان البيض سليم وكل حاجة زي الفل وتمام التمام، طالما مدينا ايه اهو، حلو الكلام زي الفل. دي ايه مرحلة، المرحلة التانية بالتدريج كده وبالتقريب ربع كوب من الزيت كفايه قوي. نقلبهم كده، هيديني قوام تاني قوي اهو. بص على القوام بقى هتلاقيه مختلف اهو،
وجود الزيت هنا ادانا قوامزه كده، شفت ازاي؟ تقيل شويه بيقطع. حلوه. هننزل بالحليب. الحليب كميه تقريبا كوب الا ربع او واحد كوب، او ممكن تحطي زبادي بدل الحليب، اختياري. زي الفل. انا بحب العيار كده اللي هو ايه، يعني طريقه امي وامهاتنا كلهم، بالبركه، واحلى حاجه في الدنيا البركه. دي المواد السائله لوحديها. ناخد المواد الجافه، دي ده كتير شويه. نقوم نعمل ايه، ناخد كميه منه شويه كده للامانه يعني. حلو. واذا احتاجنا نحط، لان هو العيار كوبايتين، نقول دي واحده وادي الثانيه تقريبا، نحط عليهم البيكنج باودر ونقلبه. دي مرحله. فين اللوز؟ حاضر يا مخرجنا. نقلب كده. كده اهو بالشكل ده كده بالراحه. شفت العيار بالتقريب؟ هو ده البركه. مفيش احلى من البركه في الدنيا كلها. وانت لما تبقي شاطره في مطبخك وبتحب المطبخ وايدك في المطبخ وايدك في الاكل، هتلاقي نفسك لوحدك كده ايدك عيار. شفت العيار؟ بص على القوام ده كده. اللهم صل على النبي. نبدا نحط اللوز بقى. اللوز عندي واحد كوب الا ربع او كوبايه، ده لوز مطحون. شفت اللوز؟ اصبحت الكيكه دي او الكب كيك ده فيه لوز. نعم، ممكن تحط فول سوداني، ممكن تحط عين جمل، ممكن تحط لوز، ممكن تحط صنوبر، زي ما انت عايزه. نقلبهم مع بعض بس خلاص. نجيب بقى قوالب الكب كيك. عايزه تعمليها كيكه لوحدها كده زي الفل. حلو قوي الخليط ده، لطيف وجميل. على فكره ممكن تعمليه بان كيك دلوقتي، تقومي كده تعملي البان كيك باللوز لاولادك بنفس الطريقه. هتجيبي طاسه تبداي تقسمي مقادير البان كيك وتعمليه بان كيك، يبقى لطيف وحلو، وتحط عليه شوكولاته، تحط عليه صوص فانيليا. انا بديكي صوره مفتوحه، افكار يعني، مش لازم كب كيك. يعني بنفس المقادير دي لو بقى عندك شويه، هتجيب الطاسه دلوقتي وتعملي بان كيك حلو لطيف كده، تحط عليه الفليفر اللي انت حباه، تحط عليه عسل، تحط عليه شربات، ما تحطش عليه حاجه انا باكله ساده خالص، يبقى لطيف وجميل. هنعمل الكب كيك دلوقتي مع بعض. احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، نحط المقدار ده هنا كده عشان نوزع. الله. وعلى فكرة عايزاها تبقى طازة، ممكن الباقي عندك تشيليه في التلاجة تستخدميه تاني يوم. العجينة دي تقعد معاك يومين تشتغلي منها على فكرة، لأن دي مكلفة، واخدة إيه ماتيريال، واخدة حاجات كتيرة، فما ينفعش إن احنا نفرط في أي حاجة. نعمله بان كيك، نعمله كب كيك زي ما احنا عايزين. نقسم بقى المقدار ده كده هنا. يلا بينا. حلو، كفايه دول كده، نوزع كده اهو. اديكي بقى معلومه حلوه وتبقى احسن مني، احنا في موسم الفراوله دلوقتي. تعملي ايه؟ تجيبي فراوله وتغسليها وتنشفيها كويس وتقطعي الحبه نصين، وبعد ما تخلصي وضع الكب كيك ده تحط نص حبايه فراوله في قلب كل واحده، يبقى انت جودت وبقيت احسن مني على فكره. عندك بلوبري، عندك توت، تحط شويه توت في قلبيهم. شفت ازاي انا بديكي حاجات وافكار حلوه؟ عايزه تحط حبايه الفراوله سليمه؟ اهلا وسهلا. الامهات الحوامل ربنا يديهم الصحه ويقوموا بالسلامه. الموز غني بالبوتاسيوم وقيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيد للاطفال الرياضيين. تجيب الموز تقطعيه
وتحطيه في قلب الكب كيك ده، تبقى انت عملت كب كيك بالموز واللوز. شوف انا بديك افكار وانا شغال، وتبقى احسن مني، وانا بكون مبسوط لما تبقى احسن مني، لان انا دوري ان انا اعلمك واطورك في المطبخ وتقدمي الحاجات بافكار جديده. حلو قوي. المقادير دي كلها مع بعضيها، هناخد القوالب الحلوه دي كده بالشكل ده كده، درجه حراره الفرن عندي 180، نظبط الفرن بتاعنا، ده مهم جدا. ننزل بالصينيه دي في الارض كده او نشيلها خالص مش عايزها، ده مهم. اللهم صل على النبي. وندخلها الفرن كده في ارضيه الفرن. بص عليها كده، يلا بينا، يلا نشوف مع بعض الكب كيك بيناديني. تعالوا، ايه الحلاوه دي؟ تعال شوف الحلاوه وشوف الجمال، وصل على الحبيب قلبك يطيب. اللوز طالع من قلب الكب كاكايا بيغني. تعالوا نطلعها مع بعض كده علشان ايه؟ نبقى خلصنا حاجه مع بعض. حلو؟ اه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تقدري تحطي سكر بودر، تقدري تحطي صوص شوكولا، تقدري تحطي عسل، بنا يجي على ايامنا عسل. اه بالله عليك ما يستاهلش الدلع ده. هو ده السكر ينزل عليه كده وهو سخن، ده اختياري انا. لو اكلها للامانه لا احط سكر ولا حاجه، اكتفي بكميه السكر اللي موجوده مع الخليط من البدايه. حاضر هغرفها لك والله العظيم، انا عارف انك عايز تشوف فراسه المطبخ، بس خليني اخلص من البتنجان. اه تبرد شويه، عامله زي الغريبه كده والكحك، ما ينفعش ان احنا ايه نغرفه على طول، نستنى عليه شويه لما يهدى. حاضر يا مخرجنا، نغرف الكب كيك. كل ده الاسكالوب بيتحمر، بس مخرجنا لازم اغرف له الكب كيك. حاضر يا فندم، بس انا كده هاكلك اربع شرايح بس بالاسكالوب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لوز يا مزاج اللوز، بروتين في قلب الكب كيك، قيمه غذائيه، طفلك الجميل الحلو اللي انت مهتمه بيه، حماتك اللي عندك دي مع كوبايه الشاي بتاعتها. هتدعي لك. واللوز هنا طري مش هيكسر السنان ولا حاجة. ألف أنا وشفا. مطبخنا النهاردة تفاصيله بسيطة سهلة، مش مكلف نفس التكلفة اللي انت بتعملي بيها أي أكل. عملنا البتنجان اسكالوب، عملناه بفتيك، عملنا الكب كيك باللوز لأطفالنا الحلوين، عملنا طبق مكرونة بيتكلم مصري بالبيستو صوص. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.